أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. اليوم في رحلة جديدة، اليوم باش نمشيو معكم إلى مدينة عريقة، مدينة محبوبة برشا في الساحل، مدينة بحجر اللي أكيد عندها التاريخ، ونعرفوا اللي المدن الساحلية تمتاز برشا كونها التقت فيها برشا حضارات. هذاك علاش بكل سرور اليوم باش نلتقي بأقدم تقريب بيت في مدينة بحجر وبأهله. أهلا وسهلا بكم اليوم في دار حسن الواد. حسن مرحبا بك. مرحبا بك، عايشك. مرحبا، عايشك. الله يخليك. حسن كما قلت انا تقريب دار حسن الواد او دار حسين الواد هو بابا. بابا هو حسين الواد ربي يرحمه، من اقدم الديار يظهر لي في بحجر ومحبرة. اي هذوما اربع ديارهم بحجر. هاني حكيت لك من توا احنا العرش نتاعنا من الاكراد.